مدي الحسن مقدم جمعيه الفروسيه الخصاص. احنا كنشاركوا هذه المره الرابعه في مهرجان شباب الصحراء قبائل الصحراء، وحنا ديما راه الاشاره ديالهم كيعيطوا لنا كل عام، غير هاد العامين دابا اللي توقف مع الجائحه كان واحد توحشنا المواسم، ولكن هاد العام الحمد لله راه بداو عاوتاني كيرجعوا للمستوى ديالهم اللي كان قبل. كيف ممكن نميزوا بين الصربه ديال الشمال والصربه ديال الجنوب؟ شنو الفرق بينهم؟ الفرق واضح، الجنوب كيخرجوا للارض والشمال كيخرجوا للفوق، ابتداء من اكادير كيخرجوا للفوق. علاش الفوق وعلاش التحت؟ التحت بالنسبه لجدودنا كيعاودوا لنا بان كان العدو ديالهم ديك الساعات في الحراقي كان في الارض، كيضربوا الارض، كيديروا الحراقي كيهجموا كيضربوا الارض، هذاك هو الفرق. ما فاش كان الفرق بالنسبه للخيل؟ الخيل كاين الفرق، لان احنا عندنا الاكثريه العودات، الناس الشمال لا عندهم العودان، حنا كنتعودوا بالعودات، هذاك هو الفرق.